امرأة عراقية تبكي بحرقة على تواصل اعتقال القوات الحكومية لابنها، والذي على ما يبدو من صور رفعتها الأم أن ابنها يعاني ظروفا صحية صعبة. شاهدوا المقطع ولنا عودة. يلا غضب النساء مستمر، وهذه المرة سيدة تبعث رسالة شديدة اللهجة للسياسيين بينهم العبادي والمالكي. نتابع الآن. من تخلونا تعبر الهل؟ دال السفداء الحقراء، وهذا صوتي لا ينقطع. خلي يروح للجعفري للمالكي للعبادي، لا تقطع عليك الله، خلي كل العالم يشوفه. خلي شي يسوون، يقطعون الرقبة، كون هسه هنا ويقطعون. إنسان له حق، وإن حقه هواي. دول بانه ولدنا تاهل، ولدنا سين تهرت، وشبابنا انباعت.